كانش غياب كثر ما كان هو تغييب. كانوا عندي شي حاجات كنقضيهم نقضي فيهم وانا اللي انقطعت على الميدان الفني ماشي هو اللي انقطع عليا. ولكن دابا راني تفرغت للميدان وغنكونساكري راسي ليه، وان شاء الله غيكون الرجوع ديالي مع مسلسل الرحاليات اللي مسلسل تاريخي قوي ولعبوا فيه نجوم مغاربه بحال ربيع القاطي، هند سنديه، هدى صدقي. وكنتمنى هذا العمل يعجب الجمهور، كيتكلم على الاحداث ديال 1930 وعلى الجبروت ديال القياد والطغيان ديالهم في ذاك التاريخ. وانا غنكون خط القيد ولكن ما نحرقش لكم المراحل، غيكون مسلسل جميل ونتمنى الرجوع ديالي يرجع بقوة للميدان، لانني انا راه بنت الميدان منذ الطفولة، بنت سنين لعبت الدورة الاولى والدورة الثانية والدورة الثالثة والرابعة في مسلسل عمي ادريس. احنا متعطشين للاعمال التاريخية لان كنشوفوها في اعمال عربية ماشي ديالنا، احنا معمرنا ما درنا الانتاجات التاريخية، والمغاربة متعطشين باش يشوفوا المسلسلات التاريخية ويشوفوا التاريخ المغرب ديالهم. ونتمنى انا شخصيا نهضر على المسلسل ديالي، نتمنى الا كان كيف الاحداث اللي شفتها في التصوير وفي المسلسل وفي الوراق المكتوبين وداكشي اللي لعبت، نتمنى يعجب الجمهور. انا كنقول راه مسلسل قوي وجميل جدا. الجمهور ديالي كنقول لهم كنحبكم كيف ما كتحبوني، وشكرا للتشجيعات ديالكم، وشكرا للكلام الزوين اللي كتقولوه في حقي، وانتم اللي خليتوني نرجع للميدان. وتحيه كبيره للجمهور المغربي.